دجلة وحليب مع الدكتور لافيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم، مبارك في الخير أعمالكم. قوما فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درجوا. هذا بيت من الشعر، بيت فيه حكمة وفيه جمال وفيه اختزال شديد، وفيه حديث عن قوم، بمعنى عن جماعة، عن شريحة أو صنف من البشر، وهم الخيرون أو المسارعون في الخيرات. ما قيمة هؤلاء وما الذي يجعلهم مختلفين عن غيرهم من الناس؟ تفعل الخير هذا يعني، ويعني في الخاتمة ونهاية، هذا يعني أن تعطي وقتا أو تعطي جهدا أو مالا أو فكرا، وكل عطاء ينقص ما نملك. يكون عندك وقت فتعطي منه لآخرين، هذا يعني أن وقتك ينقص. تعطي مالا، هذا يعني أن مالك ينقص ولا يزيد. نصيب الأنا يقل ويضعف عندما يكون من الأنا عطاء للآخر المقابل. هكذا يقول المنطق العادي، هكذا يقول الحساب، وهكذا تقول الأرقام. بيت شعر هنا ينسف هذا الحساب، وينسف أيضا هاته الأرقام، ويبني منطق آخر. أنت تعلو عندما تفعل الخير. من يتورط في شح النفس يغرق في هذا الشح، فلا علو ولا رفعة ولا ذكر بين الناس ولا اعتراف بين الناس أو من الناس له بأبسط الجميل. هذا المنطق لا ندركه ولا نعي به إلا بعد فوات الأوان وضياع الوقت. لما نقرأ القرآن الكريم بتمعن وتعمق، نلاحظ أن القرآن الكريم لا يقيم وزنا للكميات البشرية الذين يملكون ويكدسون المال لا قيمة لهم. لو كان المال ينفع، وهو لا ينفع على فكرة، بقي افتراضا، لو كان المال ينفع لا نفع قارون. الذين يملكون السلطان أو ملك لا قيمة لهم، ولو كان السلطان ينفع لنفع فرعون. مقياس القرآن الذي به ينتصر ويزكي هو مقياس منتصر للكيفيات البشرية أو الإنسانية، النوعيات البشرية. حدثنا القرآن عن الصادقين وعن المخلصين، عن الصابرين وعن المحسنين وعن الشاكرين، وهؤلاء قد يملكون شيئا وقد لا يملكون شيئا، فهذا لا يغير شيئا من حقيقتهم بعين الله سبحانه وتعالى، عينه الثابتة والعادلة والحكيمة. ممكن الأمر يختلف بحسابات البشر، ولكن البشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ المقياس حقا هو مقياس الخالق المالك للموازين القسط. البشر يتحركون في النسبي، يتحركون في الجزئي والآني والظرفي، ولا يعول عليهم في مثل هذه الأمور. هم لا يرفعون ولا يضعون. وزن الإنسان الحقيقي هو وزن معنوي وجوهري، وهذا الإنسان لا يوزن لا بذهب ولا بفضة. والإنسان إذا لم يعير ولم يقص بموازين الله كان صديدا، وإن جمع حوله كل الذهب. هكذا الأمور بداية ونهاية، وبين البداية والنهاية فتنة ووهم وخيالات لا تصمد، وما يدوم في الواد كان حجره. لو اجتمعت كل قنوات الإذاعة والتلفزة والمواقع لترفع وتعلي من قيمة زيد، فإنها لا تنجح إلا حينا قليلا. لا يعلو ولا يرتفع إلا من أحسن وكتبه الله عنده محسنا. كذلك